النقطة الثانية هي تكوين النسل. ظليت 3 دقائق فحقوم أتلو عليكم النتائج اللي أنا لخصتها. في التكوين النسلي تميزت تصورات الإمام الغزالي عن المحللين النسليين في البداية النباتية والنهاية الملائكية وتلاقت معهم بما هو حيواني. في القوة الحيوانية بلغ التفاضل أقصى درجاته بين القوة الحيوانية وأبنية الشخصية، حيث تتطابق القوة المحافظة والمدافعة مع الهو عند فرويد وموراي والضيق عند يوم. في القوة المدركة تتطابق تصورات الغزالي عن الصور المعرفية والقوة المتخيلة والقوة العالمة في بعض الأوجه مع العمليات الأولية لفرويد والتشخصات لسوليفان، وتتميز عنها في التوجيه المعرفي الذي يبدأ بقوة الحس الباطن ويصل أعلى مستوياته مع القوة الإنسانية. في نمو القوة العقلية تتطابق تصورات الغزالي عن النمو العقلي مع أنماط الخبرة لسوليفان، استقال إلى المرحلة الأولى الصور الخام والمتتالية فيما تقارب المرحلة الثانية الصور التركيبية، ويتميز عنها الغزالي بأن الشخص يمتلك القدرة على التفكير المنطقي من أولى المراحل النمائية، فيما يرى سوليفان أنه يمتلك القدرة في آخر المراحل النمائية. في القوة الدافعة في تفاضل كبير جدا بين تنمية الشخصية من فرويد ويوم مع تصورات الغزالي، لكن قاعد يتميز عنه بالقوة الربانية. في وظيفة الحكيم تتطابق تصورات الغزالي عن الحكيم مع تصورات فرويد عن الأنا، إلا أن هنالك اختلاف يكون في أصل ويراعي القوة الإدراكية، حيث أن الحكيم رباني عالم بالغالي وبحقائق الأشياء، أما الأنا فحيواني مدرك وإدراكه ما قاعد يتجاوز القوة المعرفية. في تصنيف القوة صنف الغزالي هو النفس بناء على قيامه بوظائفه وعلى الاتجاهات، ونفس التصنيف ده كان به كارل يونغ، لكن هو أوجه التشابه في التصنيف وما قاعد يتعداها إلى المضمون. في التنظير انه في ترابط عالي جدا بين تصورات الغزالي، ونفس الحاجه اللي هي موجوده عند المحللين النفسيين، كان عندهم براعه عاليه جدا في تصوراتهم النظريه. اوجه الشبه او اوجه الاختلاف قاعد تكمن في الاطار المرجعي اللي قاعد يرجع له الغزالي وقاعد يرجع له المحللين النفسيين، لانه الامام الغزالي قاعد يرجع لإطار روحي وليلة قاعد يطلعوا أشياءهم على نظرة مادية. التوصيات إنه الباحث بيوصي بيحسن الباحثين على الرجوع إلى مصادر التراث الإسلامي وإعداد مسودات علمية وإقامة ندوات أو مؤتمرات، بحيث انها تسري النقاش الموضوع ده، وانه النتائج تعمى على المؤسسات العلميه وبالاخص المؤسسات بتاعه الدراسات العليا. وفي الختام الشكر لمنظمين المؤتمر وللفرصه السامحه التي اتاحوها لنا في انه نقدم بعض الاسهامات لعالم ومفكر كبير هو الامام الغزالي، وشكرا. جزيل الدكتور معطى البسيط على هذه السياحة، وقد تميز هذه الجلسة بتسليط الضوء على الإمام الغزالي الباحث النفسي أو العالي والنفسي، بغير الجلسة السابقة التي كانت تعرض الإمام الغزالي بوصفه عالم أو مفكرا إسلاميا يتحدث عن التأويل وعن العلوم الحديث وعن السنة والاستصلاح ومباحث اللغة والفقه، وهذه الموسوعية عند علماء المسلمين هي ما ميزهم، ولعل الله سبحانه وتعالى قد بارك في اوقاتهم وفي هذا العمر القصير الذي لم يتجاوز 50 بكثير، استطاع هذا العالم الفرد ان يكون مختصا ويشغل العلماء في نهايه هذه او في بدايه الالفيه الجديده في بعض الاشياء التي طرحها في ذلك الزمن البعيد. دكتور عبد المنعم استعرض في بحثه عن تربيه النفس وعلاج امراضها عند الامام الغزالي
أهمية موضوع إيه؟ وأهمية موضوع تزكية النفس يكتسبها هذا تكتسب هذه الورقة أهميتها وهذا البحث أهميته من أهمية تزكية النفس، حيث أن جميع العبادات أوضح لنا كيف أن جميع العبادات استهدفت تزكية النفس الإنسانية. عرفنا كذلك بإمام الغزالي وتكوينه ومساهماته، ثم حدثنا عن دور العصر الذي عاش فيه في توجيه إمام الغزالي لموضوع التربية، وذكر أن الإمام الغزالي لو كان يعيش في هذا العصر أصبح اهتمامه بالتربية وتزكية النفس أكثر مما كان عليه. كذلك عرفنا بالنفس كما يريدها الإمام الغزالي في سوائها ومرضها، عرفنا النفس في جميع أحوالها، وعرض لنا التقسيمات القرآنية للنفس: النفس المطمئنة، والنفس الدوامة، والنفس العمارة بالسوء. ثم حدثنا عن أسباب الأمراض النفسية والأمراض التي تعتري النفس بشكل عام، وتعرض لنموذج الغضب بوصف واحد من أمراض النفس، أسبابه وأعراضه وآثاره، كيف يعالج بالعلم والعمل والعبادة. تناولت الورقة أيضا مقومات الظاهرة النفسية وبدأها بالتأمل الباطني، وأشرت أنا في مقدمة هذه الجلسة إلى أن علم النفس الحديث يزعم أنه يبدأ بالعام 1979، وأول ما بدأ بما يعرف بالإنتروسبكشن، الاستبطان هو التأمل الباطني. وعندما ننظر إلى تاريخ حياة الإمام الغزالي نعرف أن هذا الأمر كان سابق بالكثير. كذلك تكلم عن الملاحظة والتحليل النفسي والتعليم والعلاج عن طريق المحاسبة، وختم الورقة بعدد من النتائج والتوصيات. ورقة الدكتورة هاجر الطيب محمد إبراهيم عن التنشئة الخلقية عند الإمام الغزالي، تكتسب ورقة الدكتورة هاجر أهميتها من تعقيد المؤثرات التي يتعرض لها الجيل في هذه الأيام، وما يعرف بكونية التفاعل أو ما يحب الناس أن يسمونه بالعولمة. وركزت على تعريف الخلق الحسن وعلى دور المعلم الوصفي وقدوة، وضرورة تأديب الصبي ومسؤولية الوالدين والمربين عن هذه التربية، وكيف أن هذا الصبي مادة خام قابل للتشكيل وعلى أهله أن يطلعوا بدورهم، وكيف يحذر الغزالي الإمام الغزالي من قرناء السوء. فنحن عندما نتأمل في الحديث الذي يدور في مثل هذه الأوراق ونرجع إلى تراثنا الإسلامي، نحتاج إلى تجديد هذه المصطلحات وإسقاطها على الواقع الحالي. يعني نحن عندما كنا نحذر عن قرناء السوء، قرناء السوء أن يتعرض لهم الأولاد في الشارع، في الجيرة، في المحيط الذي من حولنا. الآن نكون قرناء السوء نفسه اتسع بشكل كبير، وكما يقول بعض العلماء الآن أصبحت القيم الدقيقة تغزو مراجعنا ومهاجعنا ومراجعنا. فكيف نحمي هذه الفئة الناشئة؟ ودور القدوة نفسه، مفهوم القدوة تغير ولم يعد المعلم هو القدوة. يعني الناس يقتدوا بكثير، حتى الآن أصبحت القدوة يمكن أن تكون جماهيرية، تبدأ من دولة إلى دولة، مثلا عن فرد إلى فرد. فهذه المسائل أيضا تحتاج إلى مزيد من البحث ومن الجهود من قبل علماء التربية وعلماء النفس والمختصين في كافة المجالات. الباحث الأخير الدكتور عثمان فضلسيط حدثنا عن قوى النفس عند الإمام الغزالي، وهي تحليلية نفسية، وتحدث فيها عن طبيعة النفس، عن أمراضها وعلاجها، واختار أن يقارن علم النفس الحديث من مدارس علم النفس الغربي. اختار مدرسة التحليل النفسي لأنها كما يقول نموذج للنظريات الغربية المادية، وقارنها برؤى الإمام الغزالي حول النفس الإنسانية وقواها. والمنهج الذي اتبعه الباحث دكتور عثمان فضلسيط هو منهج دارج ومسلوك من قبل الباحثين النفسيين الذين يبحثون عن التأصيل. فتأصيل العلوم النفسية يسير مسارات متعددة من بينها المقارنة بين النصوص التي أو بين الموضوع والأفكار التي طرحها علماء المسلمين مع النظريات الغربية الحديثة ودراسة مدى التطابق بينها. وهذه المسألة فيها كثير من الاختلاف وكثير من الذاتية في الرؤى. أذكر عندما كنا طلابا في مرحلة البكالوريوس من زمن، فرحنا كثيرا عندما وجدنا كتاب للدكتور محمد عثمان الجاكي، وهو من الباحثين المهتمين بمسألة التأصيل، يطالب فيه بين المصطلحات الثلاثة النفس الأمارة بالسوء، يطالب بينها وبين ما يطلق عليه فرويد الإيد، ويقول أن النفس اللوامة هي الإيجو، والنفس المطمئنة هي السوبر إيجو. واتخذناها موضوع، يعني كل ما نجد فرصة ندخل في هذه الأشياء، حتى وصلنا إلى السنة الخامسة ودرسنا البروفيسور مالك بدري، فبدأ محاضرته في هذا الموضوع بكلام عن استغرابي للمطابقة أو حتى المقارنة بين هذه الثلاثة أفكار. فيقول أصلا لا يوجد أي وجه للشبه أو المقارنة بين الثلاثة مكونات وبين أحوال النفس التي ذكرها القرآن الكريم. ففرويد
قانون بها الحكومات الإسلامية. نحن شاكرين لهذه السياحة المجملة التي أعطتنا صورة كاملة عن أو صورة مرضية عن ما قدمه الإمام الغزالي. لما قلت كاملة الإمام الغزالي أعطاه تلوة كبيرة لا تحيط به جلسة واحدة، والآن أفتح للجمهور المجال للمداخلات وإلقاء هذه الأوراق في النقاش. كل مداخلة لها ثلاث دقائق، نتمنى أن تلتزم بالزمن. تفضل وعرفنا بنفسك وبها التي تهتم إليها. الشباب كانوا مستكبرين
شباب ده في الحقيقه كثير في حقائق ممكن من الموت. هذا الشباب عمل ثورات غير بعد ايه اللي احنا حقه؟ نحن نحمد الله سبحانه وتعالى ان ربنا حافظنا الكيان الاسلامي. نسال الله سبحانه وتعالى يحفظنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان الامام الغزالي ربنا يدفع من امره. في ناس كثيرين عرضوا، في ناس كثيرين كفروا، حرقوا كتبهم، حرقوا كتبهم، ذول احنا الناس حرقوا كتبهم، ضرب الصياد في النوم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد يعني شهر كامل يعاني من ضرب الصياد. اقول لهم هذا السفر الله يبارك فيكم، ربنا يسامح ويدفعكم ويدفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عثمان البدوي، جامعة الجزيرة للدراسات العليا. في بداية الشكر لكيتس الأخيرة، وقد لا أقول أنها تفوعت على الكيتس الماضي، ولكنها دخلت إلى أعمق المداخل التي يمكن بها رصد هذا العالم الجليل حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. وأثبت إلى النقاط التالية اختصارا. أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في كل الإشارات التي تقال عن تعبده أنه كان يجالس نسائه أو يكون في بيته أو وسط الصحابة، وما يرفع النداء إلا ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي كل تلك الأحوال في الحالة التي ينبغي بها إلى النسي. هذه الجزئية القليلة أريد أن أدخل بها إلى كل فضاء العالم الجليل حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، فإنه كان في جلسة العمر الطويلة جلسة عالم، فكان عندما يأتي إلى الدين يكون في خشوعه خشوعاً معرفياً، ليس خشوعاً مشبه بالتنزيه وتلك الفقرات التي لا أريد أن أهدف إليها، ولكنه خشوعاً علمياً بحتاً يشغل كل مسلم على هذا الكون في كل القرون الماضية إلى أن يرسى الله الأرض عليها. فالإمام محمد الغزالي عندما يأتي إلى الدين فيكون بخشوع العالم، وكل تلك الأفاق المعرفية والفلسفية والتاريخية التي تقال عنه كانت ما يكون حال المسلم خارج الصلاة من التزكيات ومن القربات ومن الفوائد التي لا يحصيها إلا خارج تلك العبادات والتي يتقال بها الدين. فإن أبي حامد الغزالي بكل هذا الثراء العلمي أجاب عن حيرة علمية تشبه حيرة هذا العالم وهذا العصر. فكلنا في هذه الجلسة وغيرها من الأماكن التي نكون فيها يكون لنا حيرة علمية، بين قوسين نسميها حيرة دينية، لأنه ما خلقت الدين والإنس إلا ليعبدون. هذه الحيرة العلمية والحيرة الدينية أو الحيرة الفلسفية أجاب عليها أبي حامد الغزالي حجة الإسلام بكل هذه المؤلفات القيمة، ولم ينسى التواضع فعلق على كل مؤلف أو كل علم بأنه تعلم هذا العلم وذهب إلى غيره، لم ينكره، ولكن تواضعه كان بمثابة الشولة في سفره الكبير سفره الغيب الذي أجاب به عن أسئلة كلية في هذه الحياة الزاخرة للمكونات. ثم أبي حامد الغزالي في المجال النفسي أو المجال الأدبي أو المجال التربوي، من هو أبي حامد الغزالي وإلى ماذا وصل؟ فلقد كانت الأوراق التي قدمت فيها كثير من الأجوبة القيمية والأجوبة الدينية التي ترتاح لها النفوس وتصل إلى شيء أشبه ما يكون هو الإجابة عن الحيرة بما كان أبي حامد الغزالي في سالف عهده يعيشه. ثم أبي حامد الغزالي هو أسفني أقطع هذا الاستفسار الفصيح لكن أختصر النقطة الأخيرة أن أبي حامد الغزالي كان رجل الأمة، ورجل الأمة ليس حكرا على العالم، فإنه للعابد وللعالم، وإن كان حظ العالم هو الدنو إلى الله بتلك المقامات التي تقال تربويا وتقال فلسفيا وتقال علميا، فحسبنا نحن أن نقتدي بهذا الضخم الكبير وهذا الخطاب البحر أبي حامد الغزالي رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. أنا أريد أن أتحيز لكن لا من أخواتي من طفل فصلة يسأل صعب في الشرع الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وخاتم ما أوجه وخاتم ما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي والصراط المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفاء الأرواح ونور الأبصار وجلائها، وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أنا سعيد أن تقدم هذه الأبواب وأن تكون عمار أحمد الدين في جهة الأسد العليا جامعة التلميذين. أنا سعيد أن تقدم هذه الأبواب وهي ربة أصيلة في الأصيلة العلوم الإنسانية أو علم النفس من منظور إسلامي، وإن كان هنالك عدم اتفاق في حول
تأصيل علوم النفس بين الباحثين، البعض يقول مثلا علم النفس، والبعض الآخر يقول تأصيل علوم النفسية، والبعض يقول إسلامية المعرفة. هذه الإشكالية تتعلق أيضا بما يعرف بها النفس، ولذلك بدأ الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في الربع الثالث التفريق بين هذه المصطلحات فيما يتعلق بها النفس والروح والقلب والعقل، لأن هناك كثير من النفس للذين يريدون أن يتحدثوا عن هذا المعنى. ولعل هذه الورقة التي قدمت بداية من الدكتور عبد المنعم، أنا أعتقد أن الورقة بدايتها من الدكتور عثمان، لأنه لا بد من الحديث في البداية عن النفس، ثم يدرك الإنسان للتفرقة بين النفس والعقل والقلب والروح، لأن النفس بمعنى تابع للقوة الشهوانية أو النفس الحيوانية، تستطيع من خلالها أن تدرك إلى قوى النفس اللي هي القوى النفس الناطقة والقوى الشهوانية والقوى القضبية، ومن ثم الحديث عن الفضائل الخلقية أو الفضائل الإنسانية التي تحدثت عنها في الدورة. وجمع الإمام محمد الغزالي هذه الفضائل الإنسانية أو الفضائل الخلقية فيما يعرف بالحكم الأربعة التي تندرج تحت النفوس الثلاث، النفوس الثلاث والفضائل الإنسانية أربعة: النفس الناطقة، النفس القضبية، النفس الشهوانية. والحكمة هي فضيلة القوة الناطقة، والعفة هي فضيلة القوة الشهوانية، وفضيلة القوة الناطقة هي الحاكمة، وتجتمع هذه الفضائل الأربعة فيما يعرف بها العدالة، لأن الإنسان عندما يكون عفيفا والعفة لا تأتي إلا من الممارسة، لأن لو تأملت أن العفة هي فضيلة القوة الشهوانية، فإذا تقودك هذه القوة الشهوانية إذا تطرفت أو خرجت عن حد العدل والاعتدال أو النقصان أو الزيادة أو إلى ما العدل إلى ما ليس العدل، تخرجك إلى ما يعرف بالنفس الأمارة، والتي تحتاج إلى التجزية والتهذيب وتصفيق النفس. ومن ثم أنا يعني أقترح أن هذه الورقة تقدم بشكل بحث، وأن يكون عامل جماعي يبدأ كما ذكرت بالنفس وقواها، ونستاذ عثمان عمل مقارنات، وأيضا فيما يتعلق به هاري ستاكس وليطان وغيره. هاري ستاكس وليطان يعرف شخصية أنها كلام فضلي لا يمكن الحكم عليه بمعزل على الظروف البيئية والمحيطية، وبالتالي يتكلم عن أثر البيئة في تكوين سلوك الفضل. أما فيما يتعلق بالنفس من رؤى أبو حامد الغزالي، هو ربانية المقصد، وإن لما تكون جامعة القوة الشهوانية والقوة القضبية يقصد بها الجسد، وعندما يقول انها لطيفه ربانيه روحانيه فهي كيف تشرح لك؟ لطيفه ربانيه عشان اكمل اكمل الفكره يعني. اكمل الفكره. انا اخذنا اقتراحك ان شاء الله الاشياء موجوده يعني ممكن بس يعني. لو سمحت يعني تبقى اكمل الفكره يعني اكمل الفكره حتى تصل يعني الكلام يكون مطلوبا يعني. بسرعه بس كذا. فالمشكله الغربيه التي وقع فيها كثير من علماء النفس والغرب انهم ينظرون الى الانسان من جانب الجسد الجانب المادي، وبالتالي إخلال الجانب الروح، لذلك الإنسان لابد الإنسان مكون من جسد وروح، وهو إنشاءه من الأرض واستعمركم فيها، وبالتالي لابد الإنسان من إشباع حاجات الجسد وإشباع حاجاته الروحية حتى يصل إلى مرحلة التوازن أو الصراع النفسي. وشكرا لكم جميعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رحمة المهدى ونعم المهدى والسرائي المنير. شكرا لجعل خطوم و لكلية الآداب ممثلة في قسم الدراسات الإسلامية. لا أود أن أطيل. الفاتح الشيخ يوسف جامعة الجزيرة العميد الأسبق والمؤسس لكلية التربية التصحيح. أنا بختلف معكم شوية في ما أنا مؤرخ والتاريخ لا زرع علم نفس ولا تربية، لكنني عملت في مدارس التعليم العام بشقيها، الأساس قبل أن يقوم مرحلة الأساس ثم الثانوي، معرض في المرحلة الجامعية ولا زلت أعمل، ومن المشاركين في المناهج. سعدت جدا بحضوري لهذه الجلسة الإيمانية المباركة التي سعدت فيها بأوراق الأساتذة الكرام التي استعرضوها في أوراقهم المختلفة، ولا أود أن أخوض حتى
في دقائق الامور وفي الاوراق مشرحا، لكنني من خلال عملي في حقل التعليم ارجو الاهتمام باعلام الفكر الاسلامي والتراث، هذا في المقام الاول. ثانيا في مجال الفكر التربوي، ما اتمناه من توصيات ينبغي ان تدرج وترفع الى اعلى مستوى لتهتم الدوله في مقبل ايامها، خاصه اننا نتابع ما يدور حول المناهج والتعليم، توصيه جامعه مانعه ترفع لاعلى مستويات الدوله ان يتم الاهتمام بامر المعلم. نحن الان نبذل جهدا كبيرا جدا في المناهج من قبل مختصين يتناولها الناس سلبا او ايجابا، ولكن يتنافس تماما الحديث الذي يتحدث عنه الامام الغزالي في الفكر التربوي عن المعلم ورساله المعلم ودوره في التزكيه. مهما اهتممنا بالمناهج وتم تجويد المناهج، المنهج المميز يرسله المعلم الغريب. هذه رسالة أود أن أوجهها من هنا، وينبغي أن تجد العناية من جامعة الخرطوم ومن مراكز البحوث ومن العلماء الاهتمام بالمناهج دون الاهتمام بالمعلم مسألة تؤدي إلى طريق مسدود، وهي نتائج الآن نحسها ونتلمسها تماما. مناهجنا الآن هي مناهج لا أود أن أحجر على الآخرين في التعليق عليها، لكنني بحكم أنني شاركت في المناهج، هي مناهج متقدمة وفيها نقلة نوعية كبيرة جدا، لكن ما أفسد المناهج والضجة التي تصاحب المناهج الآن هو المعلم السيء الإعداد. وأتفق تماما مع الأستاذ دكتور رئيس الجلسة أن المعلم لم يكن هو مصدر المعرفة الوحيدة ولا القدوة، هو الان فاسيليتيتر. قول لي معرفه، ما بيسمي المعلم الان عليه الطاقه، هو ما معلم، قد يكون واحد طالب صغير جدا في الصف الرابع من مرحله الاساس يتقدم بمعضله تشكل على بروفيسور في الجامعه. ولذلك اهتمت الان الدول المتقدمه بالاساتذه في مراحل التعليم، خاصه مراحل التعليم المبكرة ومرحلة الأساس على وجه الخصوص. نقطة جوهرية أردت أن أثيرها هنا وأشارك بها. شكرا جزيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. عبد الله إبراهيم صلاح الدين من جامعة ولاية نصراوة دولة نيجيريا. مداخلتي او ملاحظتي تخص الورقه الاولى تقريبا بعنوان تربيه النفس وعلاج امراضها عند الامام الغزالي. هذه الورقه قبل ان استدرك على مضامين الورقه، يعني في البدايه ذكر الباحث انه انتهج المنهج التاريخي في الورقه، ومن الأسف الشديد أنه لم يلتزم بهذا المنهج في ورقته، لأن المنهج التاريخي معروف. إذا كان الباحث يريد أن يدرس شخصية الإمام الغزالي من ذوق تربية النفس وعلاج أمراضها، فهذا يمكن أن يستخدم المنهج التاريخي. ولكن المنهج الذي يعني اتبعه الباحث إنما هو المنهج الوصي، ترك المنهج التاريخي الذي ذكر واستشهد خلال كلامه بكلام رئيسة الجلسة أن الإمام الغزالي يعني في المنكر من الضلال ذكر بعض المراحل التي يعني تنقل بها، فهذا لم يلتزم الباحث بذلك، وأرجو أن ينتبه بذلك. والثاني موضوع
موضوع بالورقة يعني الموضوع موضوع مناسب، إلا أن كلمة تربية النفس هنا مع ما ورد في الورقة، يعني عندما كان يذكر أهداف تقريبا أهداف تربية النفس، ذكر أيضا تزكية تربية النفس، وأنا أقترح للباحث أن يختار موضوع تزكية النفس بدلا من تربية النفس. وثالثا المراجع، المراجع يعني في رأيي القصير أن هذه المراجع ترتيبها يقول بالكامل، مثلا عندما يذكر المنهج المذهب التربوي عند الإمام الغزالي أو المعراج القدس، المعارج القدس في مدارج معرفة النفس، قال ضد الإمام الغزالي، يذكر الإمام الغزالي يعني كاملا. والمسألة الأخرى هو مسألة الوسائل، ذكر يعني خلط بين الوسائل والطرق، بين وسائل التربية وأساليب التربية، وسائل التربية وأساليب التربية يعني شيئان مختلفان. هنا في مقدمة في المطلب الثاني أعتقد في الصفحة العاشرة والسادس عشر حفلت مصنفات الإمام الغزالي التربوية كإلياء ورسالة أيها الولد وغيرها ببيان الطرق ووسائل والوسائل التربوية. الطرق والوسائل يعني يختلف بعضها عن الآخر. والأقوى دليل على ما أقول أن الباحث ذكر ثلاثة وسائل التربية، أساليب التربية، وأساليب التربية يختلف عند التربويين عن الوسائل. فأرجو أن ننتبه لذلك. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا شيء المعلم الموقع الثانوية سنة 24 خلق رب العالمين الصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لي أثر الغزالي في الإنسان، مثلا قدمت نفسك؟ معلش مرة ثانية عبد الكريم بشير. أثر الغزالي كثير الإنساني، أولاً من ناحية علماء النفس، نجد أن له أثر كبير جداً في جامعة بروس الذي تحدث عن تربية الطفل. هذا الرجل متأثر بالغزالي في بعض ما أولده في مسائل تربية الأطفال، وكذلك جان بيجيه الذي له كتاب يسمى اللغة عند الطفل وترجمه الدكتور أحمد رزق الراجح صاحب كتاب أصول النفس. كذلك ورد في الموسوعة التي ألفها العلماء في تربية النضال العام للفكر الإسلامي، تحدثوا أيضا في منهجية السلوكية للعلوم التربوية، تحدثوا عن المصطلحات النفسية عند الغزالي وما يقولها من مصطلحات علم النفس الحديث. أيضا هذا يبين أثر هذا الرجل في الفكر الإنساني. طبعا من المعروف أن الإمام الغزالي توفي في عام 1111 ميلادية، أيضا ب 900 سنة، ما أعرف في سنة زي ما ذكر الدكتور علي الجبال، إن هو توفي قبل 900 عام. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية لرئيسة الجلسة ولمقدمي الأوراق هذا العرض الكريم. أنا بالحقيقة عشان الزمن أشير إلى نقطتين. بدأ الزدين جامعة الإنجليزية كلية الآداب قسم الفلسفة. حأشير إلى نقطتين. النقطة الأولى ليه يعني ذات صلة ب
الإسهام المعرفي للإمام الغزالي تحديدا في مضمار التحليل النفسي سايكو أناليسيس. فزي ما ذكر دكتور عثمان في معرض مقارنته ما بين أعلام السايكو أناليسيس التحليل النفسي الغربيين فرويد ولاكان وغيرهم، أنا لا أركز على أنه الإمام الغزالي عنده مصطلحي الظاهر والباطن، وبالتالي عالم الظاهر في مقابل عالم الباطن، والإمام الغزالي ربط الحقيقة بالعالم الثاني اللي هو عالم الباطن. ده في حد ذاته يعني إسهام ما بعد الإسهام، لأنه بعد 900 عام اللي الناس بتستعيد أول حاجة بتعيد تعريف العقل نفسه، مفهوم العقل نفسه، خاصة أنه في السياق ده يعني كثيرا ما روي للإمام الغزالي بأنه أنت للتنوير، والكلام ده طبعا ما صحيح. مفهوم العقل الليلة ما يميز ما بين العقل واللا عقل، ودي حاجة أشار لها الإمام الغزالي قبل 900 عام من خلال عالمي الظاهر والباطن. في التحليل النفسي بنلقى فرويد أيضا الصورة الحقيقية اللي أحدثها فرويد في مضمار التحليل النفسي كان في إعطاءه الأولوية لمصطلح اللاواعي، وبالتالي اللاواعي على مصطلح الوعي. إذن ثنائية الوعي واللاوعي الموجودة في التحليل النفسي والذي أعطت الأولوية للاوعي خلافا لما كان سائدا قبل فرويد كانت تعطى الأولوية للوعي. الإمام الغزالي قبل 900 عام أعطى الأولوية يعني في مصطلحي الوعي واللاوعي في التحليل النفسي مع الإمام الغزالي الظاهر والباطن، ولو لاحظتوا حتى الوعي إدراكه مربوط بعالم الظاهر، بعالم الظاهر. فده إسهام حقيقي للإمام الغزالي، خاصة منه الفلسفة الغربية المعاصرة الليلة هي اللي تستعيد في مفهوم اللعب. دي واحد. اثنين، النقطة الثانية اللي أرجع لها إنه العلامة العلامة الإمام الغزالي يعني هضم حتى التراث السابق له، واللي هو كان ممثلا في التراث الإغريقي، التراث اليوناني. دي هنا الإمام نفسه بدينا درس يجب أن نستفيد منه. نحن لنا حساسية مع الغرب، هذه الحساسية لم تكن موجودة عند المربي العظيم الإمام الغزالي، وإنما انكب على كل التراث اليوناني السابق ممثلا في نصوص أرسطو وإفلاطون، وحتى في الدليل على ذلك تقسيمه لقوى النفس الإمام الغزالي، هو رجع إلى الفيلسوف اليوناني إفلاطون الذي تحدث عن القوى الغضبية والقوى الشهوانية والقوى العاقلة، وشبه قوى النفس بمركبة يجرها حصانان ويقودها الحوزي يمثل العقل، والحصانان واحد فيهم القوى الشهوانية واحد، والآخر هو القوى الغضبية. فبس الشيء الثاني شغله، طالما انه المؤتمر يتحدث عن الإسهام المعرفي للإمام الغزالي فنحن ما مفترض يعني نتحسس حتى في إطار المقارنات التي تجري ما بين الإمام الغزالي وما بين أعلام الفكر الإنساني المعاصر. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. عندي فرصتين للأخ هنا. الفيكور بعدين. دخل الحلق غلابة. السلام عليكم. دكتور عامر عباس. أشكر السادة المقدمين الأوراق. الحقيقة أنا عقبت في الجلسة الأولى وذكرت أنه الإمام الغزالي مع إيجابياته لكن أثره على الفكر الإنساني كان سالباً إلى حد كبير. أهم نقطة في هذه السلبية أو أهم
ملمح لهذه السلبيه ان اليوم لا زال يضغط على الروح النقديه تماما في العالم العربي والاسلامي. وان احنا هو الناس المختصين بالفلسفه والمهتمين بالفلسفه النقد عندهم هو اهم حاجه. واعتقد عشان كده الاستاذ رئيس الجلسه ما زال يديني الفرصه يعني. لكن لابد ان الراي الاخر يسمع يعني. فانا قلعت قلعه يعني صحيح. انا بعتقد انه الامام الغزالي فيما يتعلق بدراساته للنفس كان متغطي على الذين تم ذكرهم وربطهم به من المحدثين في مجال علم النفس. لما نتحدث عن علم النفس انا حقيقه مسميها الدراسات النفسيه، وكلمتين دي بحط تحت خطين، لانه اول حاجه هي ما علم، لانه الدراسات النفسيه تفترض لاهم ما يميز العلم وهو الاجماع والقدره على التنبؤ. ولا يستطيع كائنا من كان ان يتنبا بالنفس الانسانيه او بنفسه هو ماذا يمكن ان تفعل في اللحظه المقبله. هذا امر غير خاضع للعلم مطلقا. علم النفس او النفس الدراسات النفسيه اذا تم تناولها من هذا الجانب انا اعتقد ان الامام الغزالي كان يتحدث عن وجهه نظري وهذا امر مقبول بالنسبه لدي. اما اذا تم ربط ما تحدث عنه الامام الغزالي بعلم النفس وفقا لما تحدث عنه المتاخرون فانا ارفض ذلك وارى ان هذا الربط غير مبرر. والحديث عن الدراسات النفسيه باعتبار علم تحتاج الى وقفه. اتمنى ان العاملين في اقسام علم النفس يقنعون في الاول انه الدراسات النفسيه هي علم. يا اما انهم هم يتواضعوا قليلا ويتحدثوا عنها باعتبارها دراسات. الكلام ده انا ما بقوله انا. انا عندي رساله بتاع الدكتوراه من جامعه الخرطوم فيها فصل كامل بتحدث فيه عن النقطه دي وبدلل فيها بشكل قاطع من داخل حقل الدراسات النفسيه. ممكن انا اذكر لك 100 شخص من الناس اللي بيتحدثوا او اعلام علم النفس كل شخص فيهم يتحدث عن تعريف مختلف لعلم النفس. وهذا دلاله على فشلهم الذريع في انهم يتفقوا حتى على الظاهره موضع الدراسه. ان تتحدث عن علم هذا يعني انك تتحدث عن ظاهره يمكن ان تخضعها للدراسه وللتجربه داخل المعمل، ولا يستطيع احد ان يخضع النفس الانسانيه للتجريب. هذه النقطة واحدة من الأشياء التي يمكن أن تدلل على الخلط الذي وقع فيه الإمام الغزالي، لأنه ترك العلم الطبيعي الذي يمكن أن يتفق فيه الناس وفقا لأسبابه ومعلولاته وذهب ليتحدث عن النفس وهي مفهوم سيئ لا يتفق فيه معظم الناس. هذا الكلام لا يرتبط حتى بعلماء النفس فقط، هذه الجزئية تحدث فيها سقراط منذ أكثر من 20 قرن وقال اعرف نفسك، ولا احد يستطيع انه يعرف نفسه حتى اللحظه يعني. والقران الكريم قد قفل الباب تماما عن هذه الجزئيه. وعندما قال الله سبحانه وتعالى يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما وزيت من العلم الا قليلا يعني. شكرا. دكتور عبد الله حسن الروح اختم بيك بس خلي الاخ يتكلم أخي محمد من جاك الفتيانة العالمية كلية التربية وزارة التربية. أشكر المتحدثين حول هذه الموضوعات المهمة. والذي أريد أن أعلق عليه وأعقب عليه تمثل في نقطة مهمة فيما يتعلق بآراء أبي حامد الغزالي. نجد أن أبا حامد الغزالي وكان في كل ما كتب ودائما يركز دائما على العمل وفي جميع مجالات الافكار التربويه التي جاء بها، انما هو كتب هذه الاشياء ويؤثر هذه الاشياء فيما يتعلق بالعمل وتطبيق هذه الافكار والاراء في مجال الحياة. لذلك نجد أنه قد سبقه من العلماء والأعلام كتب عن هذه الأشياء، ولكن هو يتميز في أنه يعبر عما هو أين هو يقوم به فيما يتعلق به في دراساته النفسية في التنشئة وفي التربية. كل هذه الأشياء هو جاء بها كي نطبقها في ننزلها في الحياة العملية. لذلك أنا
اعتقد وعرى ايضا ان نفكر كيف ننزل هذه الافكار وهذه الاراء ننزلها في حياتنا اليوميه حتى نطبقها كما ينبغي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. بس عندي تعليقات بسيطة كده، طبعا ما في مجال علم النفس، ولكن في شيء دار حولها، يعني ما في لب العلم ولا قرأنا الأوراق. فهي مسألة المقارنات التي قام بها الدكتور عبد الله بين الغزالي وعلماء غربيين، وأنا بدي برموش نقدي للجماعة سعر النقطة وجهة نظر، يعني وجهة نظر. فنحن حالنا العلمي يعني ما بيسمح بأننا الآن نكتب كتب في علم النفس أو الاقتصاد أو شيء من هذا القبيل، يعني الواقع سواء قلنا لا ينبغي أن يكون ولا يكون تجانب، يعني إحنا في واقع ينبغي بطريقة واقعية وعملية نتقدم ونكون لنا الريادة والأفكار بقوتها تسود إن شاء الله. ده جانب. الجانب الثاني في جانب حواري. أنت الطرف الآخر مهما قال ومهما كانت نظرياته متهافتة، يفيد جدا أن تتقمصها أو تجعل علاقة بها ويعني تحاول أن تتعامل معها. وأنا يعني لو تطفلت قليلا على المجال، فكان دكتور عثمان ذكر فرويد مقابل الغزالي، وأنه في جانب في الغزالي جانبين، جانب الروحي ووصفه للجانب الآخر الجسدي أو الشهواني أو كذا، وكأنه يعني الطرف الآخر كنت لشوية كانت أقول كلمة إنجليزية، يعني واحد يقول ما علي عند درسنا بالإنجليزي ambiguous كده، فاجتدي ما جاتني كلمة غير كده عشان أقول يعني فيها معنيين. فلا. في الناحية دي أنا أذكر أنه في كتابات ربية الآن عن الجانب الحديث، الجانب الروحي في التربية spiritual education. دي لازم نحاولها كمان، لأنه دي منطقة حقتنا نحن، يعني أغلب الظن نحاولها، يعني نتكلم عن السكينة، عن الوقار، عن إيه، دي أقرب للجانب الروحي والأنس والكذا، لكن من منطلق سيكولر أو علماني أو كذا. دي منطقة ينبغي أن ندخل فيها ونحاول فيها ونتميز بالأخروي، ده البعد الأخروي إلا في الثقافة المسيحية اللي هي ما بتمثل بطريقة. فأنا يعني ينبغي أن لا نتحرك كثيرا في هذا. الشيء الأخير هو تعريف الأخت هذه للخلق. يبدو أنه لو قدرنا نعمل تركيبة، يعني نخلط مع اختراع، يعني نخلق معه اجزاء ثاني، قال الغزالي تعريف ان الخلق هو صفه او هيئه في النفس راسخه تصدر عنها الافعال دون فكر او رويه، واذا كانت الافعال مطابقه للعقل والشرع صارت فاضلة أو حميدة، وإذا كانت مخالفة كذا. هنا لو أخذنا كلام الغزالي عن النفس اللوامة، ده أقرب للنفس المطمئنة، ما في خلاف، ما في فكر ولا روية،
والطرح بيجزر مرتب قائية، زول يمكن في الحياة العادية زول يشوف له زول أو يشوف زول غيرك ولا شو طوالك عشان ينفذ وكده، ما بفكر في زول بما يجي زول يقول له ودينا كده تطلع ويديه، ما كل الأفعال. فالنفس اللوامة دي داية حتة في الحتة دي، يعني الأخير المجال الأخير في التعريف، يعني قد يكون من حيث اللغة نحتفظ بالتعريف، لكن في جوانب فيه اللي هي في أفعال وأرطاب، يعني في حاجات ما بيجيك الفعل وانت طوالي تتصرف من دون تسهر الليل في الفعل الأخلاقي عشان ما يرضي أبوي ولا النساء المشهور ولا داية الزوجة وانت لا داية الزوجة يعني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبدأ كلامي من كتابة الموصى في منهج المستقبل، اعتبار أنه هو منهج قديم ومنهج زاد. الكلام ده هو منهج قديم ومعروف، لكن لا يعني أنه غير طريقة علمية مستخدمة ومعروف بها. وكل المناهج هي فيها جزء كبير جدا من الزادية، خاصة المناهج الكيفية. والمناهج الكيفية هي قاعدة تتوارب أكثر مع طريقة النفس الإنسانية. عن نفسي واحد من المقدمين يتكلم عن إنه علم النفس المفضل يكون اسمه دراسات نفسية. قال لأن المفاهيم النفسية هي مفاهيم سيالة. وإنه ما من التعريفات قاعدة تتباهي كبيرة جدا. ده يرجع لأنه ما هو نفسي أو الظواهر النفسية هي تكوينات فرضية لا تفتح في المقام الأول لتصور العالم هو قاعد يتصور. كريم عمار تكلم عن نقطة جوهرية جدا وكنت قدرت بها كلامي في الحقيقة، لكن بالنسبة لعمل الزمن أخرتها. الورقة الآن قدمتها بتتكلم عن قوة النفس، وده الأساس النظري اللي يعتمدون عليه التنشئة والتربية. والاساس النظري تبني بعدين عليه الشخصيه الانسانيه، وبعدها اما تتمتع بالصحه او تتمتع بجنون بالمرض. يعني مساله التربيه والتنشئه وتمتع الشخصيه نفسها بالمرض النفسي او تمتع بالصحه النفسيه ومحاوله تقديم خدمات وعلاجها قاعد يكون في جوانب تطبيقيه. فما ممكن نبدا بما هو عملي عشان ما نتصل لموضوع نظري. يعني انا بشوف انه المنصة اخفقت بدت من الياء عشان تصل للالف في تقديمه للاوراق. المفترض نبدا بالاسس النظريه حتى بعد فيها طبعا هي وجهه نظر مختلفه برؤيتي انا فيما يتعلق بالجزئيه دي. في نقطه اخيره هي المتكلمين يتكلموا عنها، الحتة بتاعت انه في بعض المتكلم ذكر انه ياخذ المفترض معنى قارب بين غزالك وبين فرويد، وقال ده جزء المقارنة. ده المتحدث الاول. المتحدث الثاني يتكلم عن انه الغزالي نفسه اخذ من الناس سابق الليل. فالمعرفة ما تكون معرفة اذا في هذا تراكم علمي. يعني الباحث لما يبدا ويعمل بحث قاعد يحاول يفسد من حيث يده الاخرون. للعالم الغربي في السلاح للتكنولوجيا
هذه الحضاره في حضارتهم الحديثه. نحن محتاجين لوقفه، العالم كله الاسلام محتاج لوقفه، محتاج لوحده، محتاج يعني الان العالم الاسلام هو المشتت، هو المجزة، هو المقطع الى قطع صغيره، اما العالم الغرب هو الذي يغيب وقفه واحده صلبه. يعني لا توجد مشكلة سياسية ولا توجد حروب ولا توجد مجاعات ولا توجد في العالم الغربي، كل هذه الحوادث مصطنعة وكل هذه الحوادث هي مصطنعة في العالم الغربي حتى تضعف العالم الإسلامي. ونتمنى أن يقوم هذا العالم بثباته العميق ويفكر ثورة حقيقية مع حد المستوطنات الأمن في العالم. شكرا لكل الملاحظات. أرد بس سريع كده على الدكتور عبد الله إبراهيم صلاح الدين. خايف أقول لك المناهج ذاتها ما فيها ثبات، يقول دكتور عامر يقول كذاب. لكن ما في اتفاق وصفي استنباطي في أخلاق كبيرة المسلمين. التزكية والتربية، يمكن لو لاحظت الورقة أنا وريت إنه التزكية تأتي معنى التربية أو التربية تأتي معنى التزكية، يعني في عموم وخصوص. بعد ذلك المراجع مرتبة حسب حروف الحجاب، يعني ممكن الغزالي يكون عنده كتاب فوق في غسل الغاية يكون عنده كتاب في يدين الغاية مرتبة حسب حروف الحجاب. بعد ذلك المطور إخواننا إضاءات، لأنه الغزالي بحر وإمام السيوطي يمكن أشار للمسألة في منظومة كبيرة قالوا الخامس لما نوصل للغزالي نجد القرن الخامس والخامس البحر وهو الغزالي وعده ما فيه من جدالي والشرط في ذلك أن ضمد المئة وفي حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مغامه وينصر السنة في كلامه وأن يكون جامعا لكل فن وأن يعم علمه أهل الزمن. وفعلا الغزالي علم عامة. وفي الختام نشكر الغالمين ونشكر الحضور على حسن هذه الملاحظات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا انه ولذلك الغالب عليه وجزاه الله خيرا. شكرا جزيلا للحضور الكريم ولرسالة مقدمي الاوراق ونسال الله ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. جزاه الله خيرا دكتوره اتصال بالاجماع على ادراك هذه المسه والشكر اجزله للاساتذه الدكتور عبد المنعم والدكتور هادي والدكتور عثمان البسيط. ونذكر الاخوه الحاضرين بان يوم غد ستكون فيه جلستان، الجلسه الاولى محورها الإمام الغزالي سياسياً.